مرحبا. أهلا وسهلا يا خانم، تفضلي. إذا بتريدي. مرحبا، أنا كتير معجبة بجرأتك يا زينب، أو بالأحرى أنا معجبة بوقاحتك. بدري اللي عزمني، وليش لحتى تقبلي؟ لأني حبيت أعمل لك مفاجأة. زينب؟ بدر؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك، شكرا. شو هالأناقة هي؟ لا تخجلني. تفضلي. يبدو أنك ناوية تخلصي السهرة بكير. وهي بتفيد. مساء الخير للكل. مساء النور. أنا عرفتكم على بعضكم من قبل شيء؟ مش شفت التصاميم المميزة بالشركة؟ جانبيك عرفنا على بعض، كيفك؟ الحمد لله منيحة. شو أخبارك زينب؟ ممتازة، وبانا كيفة؟ منيحة، عم تتحسن. بتحبي تشربي شيء؟ بشرب مبيت. جانبيك؟ مرحبا. أهلين زينب. أنت منيح؟ منيح. اليوم بدكم تحلوا لي كل المشاكل العالقة بيناتكم. مو قلت انه اليوم ما في ساعات عمل إضافية؟ شو كمان علقتي جام بالسنارة تبعي؟ مهند موجود بحياتي وبدك فكر بحدا تاني؟ تشرفنا بوجودك. شكرا كثير لك. لك معقولة يا موري تعتدي على وحدة ما لحدا؟ شو ليش ما عم تجاوب؟ هاي هي الرجولة؟ مو عيب عليك تنتقم من مهند بالبنت؟ حتى لو كانت مرته القديمة بجوز تساوي اللي ساويته معها؟ قديمة ولا جديدة أنا ما بقرب على وحدة متزوجة. صاحبك تبلاني لأنه مجنون. اسمعني منيح، إذا بتفكر توقف بطريق مهند أو بتحاول تضايقه بشي رح خليك تندم. مو من مصلحتك خبره بالتخبيص تبعك، بس إذا بتفكر إنك تضايقه أو تضايق البنت اللي اسمها سمرة رح خلص عليك. أنتو كلكن شلة مجانين. إيدك. أنا متابعك يا موري شوي، فدير بالك منيح، لأنه غلطة تانية ما رح أكتفي بتنبيهك. لهيك إذا بسمع إنك خبصت رح يكون وضعك سيء. عم تفهم؟ وقسماً بالله إذا بتفكر تقرب على سمرة أو مهند أو حدا بيخصهم، صدقني هذا المحل رح حده فوق راسك، وبوعدك تقضي عمرك وإنت عم تعد أيام وليالي بالسجن، ورح أعتبر هالكلام آخر إنذار. مفهوم؟ لوين فايت؟ بعيد ولا ما فيك تفوت من دون بعيد؟ لك بعيد ما بيصير بعيد. نزل إيدك. شو عم تعمل؟ نزله قبل ما كسره. بعيد عن طريق أمرك. والله من زمان ما شفنا هالوش. مهند، يا جماعة صار لي ساعة عم حاول اقنع ميل دخان ومتشارك معنا هاي السنة بمباراة الجولف. ما بعرف بس هذا بيرجع لحجم.
شكلك ما كنتي طايقتيها لزينب بنوب. كل هالقد مبين علي؟ هو مو مبين، بس انا بعرف كيف بتفكري. جميله، شو صار مشان القميص؟ انا ما عندي وقت اشغل حالي بسخافاتك مؤيا. ليكي انا لازم لاقي لها هذا القميص، صدقيني الموضوع كتير مهم. يعني شو بدك بالقميص وليش حاطه ببالك؟ هي الطريقه الوحيده اللي بقدر اثبت فيها انه بدر هو اللي له ايد باللي صار، لانه وقت اللي كان بدر عم يخرب سياره عمر تلوت كم قميصه ببقعة الزيت، وهذا الشيء دليل على إدانته. يعني كيف بدك ياني لاقي هذا القميص الملوت؟ حتى لو بدر كان عامل هيك شيء معقول يتركه؟ بيكون رماه وتخلص منه. عنده بدل القميص الواحد 100 قميص مثله كرمال الله يا مؤياد. بعد من وشي ولا بقى تضايقني ماشي؟ الصعوبات رح تبلش بعد ما نطرح أسهم الشركة ونبيعهم، وإذا تجاوزنا هالصعوبات رح نحس بفوائد الشراكة. وعمر شتالجي عم يفكر مثلكم. أنا كنت رح أفتح هذا الموضوع بعد شوي، بس خلي الكل يجوا لهون. هلأ في إلك عندي مفاجأة صغيرة. شوف أنا إمتى رح ترجع لهون؟ وقت اللي بتخلص سياحة. أنا بعرف إنها بالمستشفى. يعني ما في شيء بيخوف، انا قريب رح ترجع على البيت. ممكن الكل يجي لهون؟ حبيبتي زينب، مؤيد. يا الله، معقول هيك؟ جان، انا رح اغسل ايدي واجي فورا. الكن عندي مفاجاه صغيره، تفضلوا. خير، شو هالمفاجاه هي؟ اليوم ما بدنا نفتح موضوع بانا بنوب. لا تاخذيني، ما بعرف انه الموضوع مهم هالقد.